متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد لقاؤنا بكم من هنا من مدينة طنجة، من أحد أكبر المراكز التجارية هنا بالمدينة. السؤال ديال اليوم أنه كما ورائج على مواقع التواصل الاجتماعي، الزيت وصل ل 130 الدرهم، والخدمة ديالنا طبعا أننا نوصل الخبر الحقيقي والواقع للمجتمع المغربي، نتأكدوا واش هذا الخبر إشاعة أو عكس ذلك. فطبعا قصدنا سيدي أحمد اللي هو صاحب محل تجاري وبائع المواد الغذائية، واللي طبعا كنشكره لأنه دائما الباب ديالو مفتوح ودائما كيوافينا بالجديد ديال المواد الغذائية، فشكرا جزيلا أخي أحمد. إذا نشوفوا إن شاء الله نشوفوا هذا الموضوع هذا ونشوفوا مواضيع أخرى معكم في هذا الروبورتاج. أخي أحمد مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم، رمضان مبارك للجميع. الله يكبر فيك. الله يحفظكم. نبدا سيدي أحمد. مرحبا. واش فعلا الزيت وصل 130 درهم كما هو رائج على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني بالنسبة لهذه الساعة هذه رائج بأن وصل 130 درهم، ولكن احنا عندنا في المحلات التجارية الصغرى يعني باقي كنبيعوه 115 درهم ديال، كنقصد لك ديال نوار الشمس، حيت دابا نوار الشمس هو اللي عاملين له ديك الثمن ديال 130 درهم. احنا باقي عندنا 115 120، ولكن الأغلبية أصلا ما موجودش، ما كاينش ما شاء الله. انت اخي احمد شنو هو دابا حاليا الزيت اللي كيتباع بالنسبة للكمية؟ شحال الناس كياخذوا دابا حاليا؟ يعني بالنسبه للناس اللي كانوا كيديو الزيت ديال 5 لتر ولاو كيديو ديال 2 لتر بحكم القدره الشرائيه ديالو، بحكم الثمن ديال 5 لتر عالي الثمن، دونك الانسان يعني كيكتفي ب 2 لتر. شنو ردة الفعل ديال الناس فاش الزيت تزاد وكتشوف الناس كيجيو يديو غير 2 لتر؟ شنو كتكون ردة الفعل ديالهم؟ واش ما قادرين شي ولا ما كيحتاجوه شي ولا؟ ردة الفعل ديال الناس انهم دابا الناس ولاو ولفوا الزياده في كل شيء عادي. يعني دابا الناس ملي كيسمعوا بلي ان البسكويت الاخراني ديال درهم وصل درهم ونص، يعني ولا كتجي الزياده في اي حاجه عادي، سلموا امرهم لله صافي. يعني لا في الخضر ولا في ما كيتعلق هيدا بالمواد الغذائيه، يعني ملي دابا واخا كيسمع الزياده كتجي عاديه. فاش كتقول الناس الزيت وصلت 115 درهم 120 درهم، انت شنو الاحساس ديالك؟ انا بعدا كنحشم حتى نقول ديك 100. اصلا غاليه لان بحكم ان الناس كانوا ولفوها ب 65 درهم 58 درهم، ملي كتجي تقول 115 درهم كتحشم فعلا. صعيب صعيبه شويه. شنو هي المواد الغذائيه الاخرى اللي جات من غير الزيت؟ انا جيتك من الاخر، يعني البسكويت الاخراني درهم ولا درهم ونص. البسكويت كيتصدر واقيلا من اوكرانيا. والله اعلم، ربما تكون عنده حتى شي علاقه حتى هو. كاين انباء اخرى على المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه اللي هي معروفه تقريبا تزاد حتى هي ديك نصف درهم في اللتر، واللي هو صعيب دابا اللي كنسمعوا عليه هي ان غيكون واحد الزياده مهوله في الدفاتر ديال الدخول المدرسي. هذا باقي وفي هذا من 94، حتى هو يقدر يعني يتنازل على الوفاء ديالو. ياك انا كلشي مرتقب. ودابا يعني احسن ما كنسمعوا بلي ان كاين واحد الزياده مهوله في الدفاتر. انتم في التجاره ديالكم على مستوى الورق والمواد ديال المكتبه، يعني حنا باقيين خدامين بالدفاتر اللي شريناهم في الاول ديال العام اللي فات يعني. ولكن ملي كنسقسيو في الاثمنه اللي هي ديال دابا كتسمع شي اثمنه خياليه، يعني بداو طالعين تاهم طالعين بزاف، ماشي شويه بزاف. في نظرك ان كل شيء يقدر يطلع؟ نطلبوا من الله يعني يكون من الحرقه في الثمن ديالو من الحوافيه. الحمد لله بحال حاستيلو. انا قلت لك ستيلو باقي ما عارفينش في الشكات العام. في الشك واش غيبقى في الوفاه ديالو. سيدي احمد نهضروا عليك معاك انت قبل ما تكون مواطن وقبل ما تكون كتاجر، انت قبل عفوا ما تكون كتاجر، انت كمواطن شنو الاستعمالات ديالك للزيت وشنو كيفاش غتحارب هذا الثمن هذا ديال 120 درهم؟ اش غنقول لك دابا، حنا ما بقيناش بعدا كنهضروا على 120، كنهضروا على 130. انا بالنسبه لي نقصت في الاستعمال للزيت يعني تقريبا اكثر من نصف، يعني ولينا الزيت يعني مثلا كنت كندير 5 لتر وليت كندير ديال 2 لتر، وبزاف د الحوايج في الدار كنا كنستعملوا فيهم الزيت بزاف، ابتعدنا عليهم بحال مثلا بطاطا مقليه كنستعملوها دابا في الفران وصحيه اكثر. وهي دابا راهي تما يعني حنايا التجأنا لديالها ماشي من باب الصحه ولكن من باب يعني الاقتصاد في المصروف. الحوت حتى هو نعملوه في الفران
ماشي مشكل يعني نصبروا مع الواقع راه حتى ما تعوض الامور. سيدي احمد المواطن كيقول لك واحد الشخص هو المسؤول اللي هو طبعا السيد رئيس الحكومه عزيز اخنوش هو المسؤول على هاد الزيادات هذه، انت شنو كتقول؟ واش غنقول لك يعني بالنسبه لرئيس الحكومه واش هو المسؤول ولا ماشي المسؤول؟ هو اصلا كيتهرب على هذا السؤال، هذا هو اللي هو معني بالامر وكيتهرب من السؤال. ناهيك عليا انا اش غنقول لك، هو ديما كيربط المسؤوليه بالحكومه السابقه، راك شفتيهم في مواقع التواصل الاجتماعي راه نايد كلاشات، نايد كلاشات هو بن كيران ما كاين غير هذا كيعطيها لهذا علاش كيسيبوا الكره لبعضياتهم وعلاش بن كيران كيحاول انه يبين العصر ديالو او المده اللي كان فيها رئيس حكومه نقيه ومزيونه وبالنسبه لي اللي حتى واحد فيهم ما نقي. بن كيران جا كان يعني حتى هو كان وعد الشعب بزاف الامور وعمل العكس، عمل فتح لنا ديك صندوق المقاصه وفتح لنا بزاف ديال البيبان اللي باقي كنخلصوا الفاتوره ديالهم. سي عزيز اخنوش حتى هو ملي جرى باقي يعني كنقولوا حنايا باقي يلاه 6 شهور الاولانيه حتى هو باقي ما شفنا والو الا الزيادات. هو كان واعد بزاف الامور كيقول ما تحاسبونيش على الفتره يعني فتره باقا صغيره، ولكن يعني ما كنلمسوش شي حاجه شي تغيير اللي هو غنفرحوا به. كل ما كبرت الفتره كل ما زادت الفضيحه، كنشوفوا غير الزياده. واخا في نظرك اخي احمد شنو هي الفتره ديال الحكومه اللي دازت حكومه واعره نقيه؟ احسن حكومه دازت هي ملي كانوا الوزراء الوزير الاول اللي كان كيعينوا صاحب الجلاله، موراه ملي جا رئيس الحكومه وهكذا باقي ما شفناش شي رئيس حكومه زوين الا ديك السي العثماني مره بصمت. سيلونس سيلونس هذاك مسكين عاش مسكين ومات مسكين، طبق علينا الحجر الصحي وداز له كل شيء بالسكات، داق بالسكات داق بالسكات. لا اله الا الله. في نظرك بالنسبه للوزير الاول واش هو الحل ديال المغرب يعني من تعيين صاحب الجلاله؟ ما كنفهمشي في السياسه بزاف، ولكن انا جاوبتك على السؤال ديالك انهما كانوا مزيانين احسن من هاد الحكومات اللي كنشوفوا دابا. نظرك ان المواطن خطف التصويبه يعني في الانتخابات؟ حنايا الحاجه الوحيده اللي كتعجبنا في المغرب هي ان عندنا الثقه ديالنا في صاحب الجلاله. فعلا وملي كنشوفوا بلي انه هو الهرم ما كيبقاش يهمنا ديك رئيس الحكومه ولا حتى واحد، كنشوفوا فيه هو الله يبارك لنا فيه والله يطولنا في عمره. وهذا هو الفضل من الله. هذا نداء لجلالة الملك ان شاء الله يتدخلنا في هذا الشيء، لان فعلا هو ديما كيراعينا شي حلول. هو ديما كيراعينا طبعا بدون شك، فهمتيني؟ هو راه حنا راه عنده يعني حنا راه كنحبوه هو كيحبنا طبعا. يعني كتبقى يعني حتى الوضع الحالي اللي هو في السوق الدولية العالم. نعم ولكن حنا كنترجوا من الله يكون شي تغيير ويشوف حتى هو من حالنا. واخا اخي احمد بعيدا على الزيادات. نعم. المواطن الزيادات وصلت بها حتى للعظم، وكنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي كيهضر على شي حوايج اللي راك واقيلا عرفتيني علاش كنهضر، اللي بعادي جدا البعد على هذا الشيء. في نظرك علاش؟ وهما دائما كيعملوا لنا التمويهات. دابا هما العريان الخاتم مولاي، دابا هما عملوا لنا التمويهات ديال المسلسلات اللي كيهضروا عليها ديال الشيخه وكذا باش نبقاو نتناقشوا عليهم، قال الشيخه وبحال اللي شفت انا عاوتاني البارح ولا اليوم الناس كدابز على التذاكر ديال مباراه الرجاء مع الاهلي. يعني ملي كتشوف هاد الامور هادو لاباس عليها، ملي كتشوف هادو كيعطيوك بلي ان الناس لاباس عليهم وما كتهمهمش هاد الزياده. ما شاء الله سيدي احمد ما اش غنقول لك، ما كرهتش نطول معك، ولكن تاع الاسئله كيتسالوا لي. واخا اخر سؤال، شنو بالك في الاعمال الرمضانيه لهذا العام انت كمواطن؟ الاعمال الرمضانيه بالنسبه لي انا كمواطن عادي كنشوف يعني البرامج اللي كيعجبوني كنشوفهم، اللي ما كيعجبونيش ما كنشوفهمش. في نظرك بما انك قبيله تهدرتي على الالهاء، في نظرك ان الشيخه هذا المسلسل تصنع باش يتلهى الشعب المغربي؟ مش نقول لك ما عرفش بالضبط واش يعني اللي عندها هذا القصد هذا، ولكن يعني هي راه مسلسل ناجح راه عنده واحد مشاهده عاليه. مشاهده عاليه نتفق معك، ولكن القضيه ديال الناجح ما نتفقش معك. انا بالحكم اللي كنشوفه النجاح ديال اي مسلسل او اي مسلسل درامي ولا شنو كيعيطوا له، يعني ملي كيكون عنده واحد المشاهده عاليه والا هو راه ناجح. شوف بالنسبه لي انا احسن سلسله اللي كدوز دابا حاليا هي سلسله بابا علي، وانا بيدي كنتفرج المسلسل ديال بابا علي، مسلسل ناجح وكيعاود على الدراما يعني ما نقولوش الواقع، كيعاود على واحد التراث امازيغي. يعني بالنسبه لنا حنايا بعدا كامازيغ راه كنفهموه، امازيغ تحيه لهم من هذا المنبر، كنفهموه وكنعرفوا شنو كيقول وداك الشيء اللي جابوا فيه زوين. شنو بان لك في الشيخه
الحرب اللي نضع عليها، وشنو بالك في الشيخ ياسين العمري في الرد ديالو فاش قال ان الشيخة كتبقى منبوذة وانها لا قيمة لها وانها رمز للفسق للفسق والفجور؟ هو الشيخ العماري راه عنده واحد الفضل كبير على الشباب، عنده واحد الفضل كبير على الوعي الاسلامي وعلى نشر الدين في المملكه المغربيه، وراه هو يعني انسان معتدل، هو عطى الراي ديالو كيبقى الراي ديالو محترم. وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي يعني كمسلسل ديال الشيخه وعلى الحساب اللي الناس اللي تداولوا عليها ان واحد يعني ديك النظره اللي عطاوها الناس، يعني انا بالنسبه لي ماشي هي هذيك، يعني الشيخه راه حتى هي وحده من الشعب ياك، حتى هي مغربيه. شوف وعطات علي انا في ديك المسلسل، اسمح لي نكمل لك، في ديك المسلسل عطات واحد الفكره على ان بنت الشيخه حتى هي راه من حقها تقرا ومن حقها توصل ووصلت. وبالنسبه يعني بالنسبه للمسلسل يعني ربما يكون شي واحد ما فهموش ولا فهمو بالطريقه ديالو. حنا دابا ملي كتقول شي واحد الشيخه بحال الا قلتي له شي حاجه غريبه على المجتمع المغربي. شو انا ما كنقصد لكش تقولها لشي واحد واش انت شيخه، يعني كنقول لك بلي ان ملي كتقول لشي واحد هذيك الشيخه، انا بنفسي ماشي شي حاجه. لا اسمح لي، انا فاش كنسمع الشيخه كيجي بالي الفسق والفجور التبرج الشطح الغنى كذا. يعني شوف يعني الا غنهضروا في هذا المواضيع، هذا غنهضروا الموضوع كبير هذا، وموضوع عنده العلاقه بالناس ديال اللي عندهم الدرايه فيه. توصل 130 درهم وهما كيدوخونا في الشيخه. هذيك الميكرو مستمعينا الاوفياء، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار. اذا دخلنا في هذا النقاش مع سيدي احمد على ما اعتقد في الشيخه والشيخ والاعمال الرمضانيه، ربما كيلهيونا بهذ الشيخه باش تبقى الزياده في ربما صافي ربما، لان دابا انا وياك مشكل ما نتفقوش. اذا قلتي لي انت الشيخه راه كاينه في الواقع، انا عطيتك الواقع. شوف الواقع ملي كتشوف، انا قلت لك قبيله ملي كتشوف الناس كتقاتل على التذاكر ديال المباراه والزيادة كاينة، ورمضان شكل واحد الكاهل على الجيوب ديال المواطنين، ما يعني ما بقى لنا ما نقولوا على المسلسل ديال الشيخة، وما بقى يعني بلا ما نبقاوش نشدوا في ديك الجدالات، شوفوا الواقع ديالنا هو اللي مهم. سيدي احمد شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، ان شاء الله ان شاء الله ترجع الامور كما كانت وما تبقاش الشيخة في القنوات المغربية ان شاء الله. فشكرا جزيلا، فخور جدا انني دائما كنعدل معك. انا كنتمنى ان شاء الله التلفزيون المغربيه وفي الاذاعات كاملين يكون يعني يكون الواقع ديالنا هو هذاك، نشوف واش شيء اخر. نشوف حنايا الشيخ كتبان عا في الليل، حنا خصنا نهضروا على الواقع اللي كيعيشوا المواطن في النهار. حنا كنشوفوا الشيخ وكنسمعوا له وكيعجبنا يعني نسمعوا حتى الشيخه حتى هي نسمعوا له. متابعينا الاوفياء شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار الشيق والمتميز، الى لقاء اخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وشكرا جزيلا للاخ احمد على هذه الاجابات، اجابات الزيت و130 درهم واجابات اخرى، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، وكنتمنى ان شاء الله يكون الخير في المستقبل. نتمنى ان شاء الله يكون بعد الحوار عجبكم، كون ان شاء الله عند حسن. انا عن نفسي عجبني الا في الشيخه. الى اللقاء. رايك اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.